أنا لازم أحفظ اللي هو قال. تدري شو صوته؟ في أصوات حلوة عرفت؟ بس فيها نشازات. هو من الناس اللي أصواتهم تدخل للإذن بدون أذية. يا ويل ويلي ولا ما في أذى. أشهد ما في هذا. ما شاء الله تبارك الله. وبعدين متمكن يا أخي، لا إله إلا الله. بس أشهد فيك أبو حسن. والله إنها شرف لي. والله إنك تستاهل. تستاهل الطيب لبه ولا كبدي. هذا ثاني شهادة لك هالأسبوع. اللهم لك. والله إنك تستاهلها ورب البيت. تستاهل الطيب لبه ولا كبدي. لكن تبي يطلب منك طلب؟ يا أخي أنت محتاج تشتغل على نفسك أكثر. والله العظيم إني أنجيتك أنا. والله أنجيتك إن أدخل راسك في ذا الكاميرا اللي أنت تشطفها براسك. الخلايا. وش اللي هو غناها؟ هو وش اللي غنيتها انت؟ وش قال لك؟ وش المقام اللي انت غنيته؟ بيات. قال لك اذا حد طلب منك البيات عطى. يقول حولها. عطني البيات. طيب لا البيات. اذا مستعد تصيد انا مستعد اصيد. اصيد لو انها بيقدع عيني من الكرقادي. اذا مستعد تصيد. انا اكتشفت اليوم، انا لي فتره انا اشاك في الشيء هذا، انا مطوع انه هذا داش. دقيقة. ولكن اليوم يوم قال من بادي الوقت هذا طبع على ايامي. وتنشد الشيخ، تنشد الشيخ من اغنية. تجحد ناصر الغامدي ابو عبد الله. تنشد الشيخ من اغنية. تجحد محمد عبده. وين عقلك؟ اسمعني صل على النبي. وين عقلك؟ والله سلكوا لك، قالوا للمنشد ما ادري. نشكر المنشد. مطار هو اللي شايله. انا سالفه براه. هو قال قال بعطيك واحدة وعطني وش المقام. يا مرحبا يا ولد هذال. من بادي الوقت كذا. ليت ليت تحبتك هذال. علي بحر طال عمرك. يا مرحبا يا ولد هذال. ترحيبة الطيب الوافي. الله أكبر. يا مرحبا يا ولد هذال. ترحيبة الطيب الوافي. يا مرحبا يا عريب الخال. الله. وانت بعد كف وجنافي. طيب يا طيب. يا اخي تدري اي شاعر؟ اب 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 لايف الاجنبي. اوف اوف اوف. تعال تعال شوف تعال شوف. تحب اوريك حاجه؟ لازم احفظ هذه. لو تشوف الغزالي تعابير وجهه ويناظر فيك تدري انك مبدع. بعدين وانت يوم وصلت شوف انا ما ادري هل ان كان الناس اذا كنت القي يسمعوني بنفس ما انا كنت اسمع الشخص هذا. فالحمد لله. الحمد لله. قفل. كم انا بغيت ابكي يا ولد وهو يدي. خصوصا يوم عبد المجيد يغني طلع البدر. اي وجاب عقبه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من ثنيات مدعى لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. احس ان عبد المجيد ذيك اللحظه وده انه يقول في خاطره يا ارض انشقي وبلعيني. انا مثله يوم غنى بعد انا مثله يوم غنيت وشبك عقب الشيخ. انت ما شفته يوم ما شفت وجهه يوم على طول شبك معاه جلس يضحك قال عبد المجيد. انا لو اني منشد والله ما انشد يا اخوي. انا عارفه ترى قبل البرنامج معروف بس يا اخي صوته كارثه. صوته ما شاء الله تبارك الله رجل متعلم وهذا فن وهذا ملعب يا اخي. حتى ردوده بعد جميله يوم يسال ابو عبد الاله. شف انا عندي اقتناع تام ان الردود الهام من الله. سبحان ممكن الله. توفق اليوم في رد سرعه بديهه. ممكن توفق اليوم في رد بكره ما توفق فيه. فالرد الهام من الله. ممكن ترد رد يصير انت مستانس انك رديته وترد رد ما ترقد الليل تتمنى لو انك ما رديته. صح. طيب الحين ترد رد مستانس منه لا خلص وقعدت ساعه ساعه تقول اوه لو اني قلت كذا. ايه انتم شعار المحاوره ترى فيكم ميزه لو تستغلونها عندكم سرعه الاستحضار الارتجال سرعه الاستحضار وسرعه البديهه. ايه الارتجال هذه اي شاعر محاوره لازم تصير فيه. تدري وش مشكله شاعر محاوره احمد؟ ان يجيك بيت مثلا من نايف ولا محمد ولا شعار الموجودين معنا انت قبل لا ترد على البيت لازم تعرف البيت هذا وش فيه. مثل في مقالب مثل ابن شايق الله يبيح منه ومنه يوم يقول يا مرحبا بالشيخ اللي له 3 سنين مفقود والدال والعين حرفين غلطنا في حداها. بيت هذا انت كيف غلطنا فيه؟ بس 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 اي البيت هذا لازم اخو رش محاوره منتشره. اي المحاوره معنا فالهام الرد معنا اللي يلعب المحاوره بدون معنى ما منه فايده. هذه المحاوره الصدقيه انك يجيب لك بيت وتحلها انت فهمتها؟ فهي ذكاء اشهد انها عمار اشهد انها رد عليه بجواب ان ما ادري وش رد عليه رد عليه ابراهيم بس المحاوره اللي بدون ما اللي مهيب على معناه ما منها فايده. المقالب واجد مثل اللي يقول يعني فيها يعني مناكح الى الليل ممكن يحطك اسفل السافلين في بيت ظاهره حسن. طيب من هو قدوتك من المحاوره؟ ما قدوتي انا لانك لو اخذت مثلا نهج شخص ممكنك ما تصير مثله وتصير اقل منه ومهما حاولت انك يقارنونك الناس به فتصير انت في المرتبه اللي تحت. طيب من تربط نفسك فيه وتربط نفسك فيه بس يمكنك يمكن عندك عندك ايوه. طيب سؤال قدوات الرسول سؤال لك وله ولابو حسن وابو محمد ايه من هو الشاعر شاعر المحاوره اللي تشوفه متصدر المشهد من فتره طويله؟ ما تقدر تفكر والله ما تقدر تفكر. انا اشوف انا اشوف يعني كل شخص له وجهه نظر معليش بس بدون دبلوماسيه. انا بدون دبلوماسيه بتكلم بصراحه والله اشوف شعر المحاوره الان انا في بالي واحد يمكن تقول حبيب العازمي. اشوف انه يعني من عصر عاصر الجبرتي وعاصر الشعار اللي بعده ورشيد الزلامي والرياحي وعاصر الناس كلهم. فاشوف ان حبيب العازمي في المحاوره يعني يغرد بعيدا يغرد بعيدا وجهة نظري منكم صح. انا جاء في بالي واحد ثاني بما ان سؤال احمد انا اعطيته من منظور يعني في العصر اللي احنا فيه الحين في الجيل اللي احنا فيه. يعني قصدك الجيل الشباب؟ إيه لا هو يتكلم من اللي بشكل عام انا اشوف إيه؟ حتى اللي مات واللي حي؟ لا اللي حي اللي حي اللي له فتره. حبيب مبطي ترى من اللي حبيب مبطي مبطي من المحاوره. وانت وش اللي فهمت؟ لا لو وقفت انا ما افضل احد على احد لكن انا اتكلم باعجابي. انا معجب بشده بسفر الدغالي. سفر الدغالي في النظم يا ريت حرام عليك في النظم. لا سفر مبدع في المحاوره لكن في النظم بسم الله الرحمن. سمعتوا قصته في قصيدته يوم انه يقول يوم انه يقول يوم انه يقول اقسم بالله يوم انه راح عند الاجناب وصار القصه وما ادري وش حصل. يعني انا ما ادري وين بعد 5 سنوات وين بيروح الدغالي. اقسم بالله يا رجل انه كارثه على انه مقلع على انه اكثر شاعر حورب وهجومي هو ولا طلع الا يمكن الاشياء حورب في فنه جاتها الحرب حتى من اقرب الناس ومع ذلك الله اذا حبك ونوالك الخير في النظم وفي المحاوره كارثه. انا اقول في النظم وفي المحاوره قوي 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 اي والله قوي. عندنا في الجنوب شاعرين
لي هلا جيت بسألك ترى. أنا أشوف إن أنا أحب القصايد للأمانة. ممكن نايف يعيدني. كلام هذا. لا في شعر العرض. إيه في شعر العرض. أتكلم عن شعر العرض. لا أنا محاورة ما الأمانة مالي فيها. العرضة عندي علي السالمي والخراشي. أشوف إنهم وبن عزيز برضو. الثلاثة ذول إذا اجتمعوا في حفلة قسم بالله ما تحصل موقف للسيارة من العصر والناس صافة سرعة عشان تحضر حفلته. والثلاثة ذا زي ما تقول ربي حط السلطة. إيه هذا من من؟ ما جابت للطير بريش خفيف. عرفته؟ الله الله. خلنا نسمع من سلطان الأمير. اسمع من سلطان. إحنا نتكلم عن شعراء المحاورة. تحب الشعر؟ فهد تكلم عن شعراء العرضة. يعني الأبرز مو بالأبرز من الأفضل يعني الأبرز. أبرز فن عندكم. بارزين واجد ولا الفضل. أو أي موضوع تبي تطرحه أطرحه. بس لا تطرحه بقوة. شعراء جازان أنا جبت لكم نموذج. الله. من شعراء جازان في الليلة الجازانية. غريد. غريد جازان والشعر طارق فقيهي. فما شاء الله تختلف الثقافة. والله نعم بيهم خير ما مثلكم. الله يخليك ورفع قدركم معكم زود يا نعم. اتحفونا وابدعوا ذاك الليل. فأنا أقول لك ما شاء الله أنا هنا عرفت الشعر المحاورة بينك أنت وعمر وكذا ولعبتها معكم. فأنا ما كان جوي من هذا ال. والله لعبت معنا زادنا شرف. والله الشرف لي واكتسبت منكم خبرة وثقافة يعني راح تكون معي حتى نتعلم أكثر وأكثر. إذا تكلمت غصت تبتسم. يا حلوك يا سلطان. سلطان اللي يقول سيد. اللي يقول لك مثلا سوالف عيوننا أصدق من سوالفنا، هل تأيده؟ سوالف عيوننا أصدق من سوالفنا. إيش تبي توصل له بالضبط؟ أنا سألك جواب. لا يعني تبي تقصد إنه الشخص تشوف في عيونه سوالف أكثر من الكلام. إيه يقصد إنه يعني أوضح العين سالفة العين يعني بس تناظر فيك أنا. العين ترى تعبر بعض الوقت. هي تعبيرها أقوى. طيب أنا عندي إجابة. أقول كلمة واحدة بس ما نقول. سلطان الأمير في داخله شخص مليء بالجنون مربط سلاسل. مكبل. الشخص هذا إذا انطلق وانفك بيدمر الدنيا ويكسر الدنيا تاكسي. أنا أتعلم منكم. لكن الآن مربط كذا. كملين لبعض مع بعض. بأول ما بيدمر الزعيزي. ليه؟ بيدمر الزعيزي. بينطلق على انطلاقة غير طبيعية. طيب ابو هذا يموت والله تموت. ما بيت ما قصر دمر ضلع والله. الشطر اللي انت قلته انا اقول على حسب علاقتك مع الشخص. اذا كان الشخص عادي عندكم ما بينك وبينه ما يربط اكيد ما راح يعبر الا السؤال. والله اني اؤمن بسالفه الشخص اللي بينك وبينه ما يربط وقريب منك وانت قريب منه. يا نايف انا اؤمن بان سالفه العيون اصدق من اللسان لانك ممكن اقول لك كلام وانت تقرا في عيوني كلام ثاني. فهي على حسب علاقتك مع الشخص. إذا كان الشخص بعيد منك لا والله الأوضح الكلام. إذا كان الشخص قريب منك وبينك وبينه ما يربط فيه يعني حلقة وصل قوية والله العظيم إنك تقرأ الكلام كله في عيونه وتعابير وجهه. وإذا كذب تعرف إنه يكذب. إي والله إنك تعرف هو راضي هو زعلان هو صادق هو كذاب هو مجامل. الحين من عيونك أدري إن كل الكلام يقوله من قلب. الله يسعدك يا حبيبي. يقول ما تغمض بشيء يا باب نسمع من أحمد بن العيال. يقول أعرف العلوم أكيد ولا ما هي بأكيد؟ من وش؟ من عيون راعيها لا قمت أتمعنها. الله اسلم يا أحمد. لا أنا بروح ببعد عن العيون وأقول لك الأذان أحيانا الأذن تعشق قبل العين قبل تشوف. صح. والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أحيانا الله. على من ينطبق هذا الشطر؟ يا سلام سفير. صح. سفير 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 بتعبهم بظلم. ايه انتبه انتبه اسلم. اسئلتك تحير يا احمد. لا جد يعني في ناس كثير مثلا واحد راعي شلات تحبه تلقاك ما قابلته لكن تسمع صوته وحبيته وانت ما شفته او احيانا. نعم اسلم. لانه من الامور اللي في الانثى جميله صوتها احيانا ويتغزلون الشعراء بالصوت. يلا ودعناكم الله نفداكم. لذلك في شعار قديمين حبوا نساء بسبب أصواتهم. عطنا مثل بيت والأذن تعشق قبل العين أحيانا. إيه له شطر قبل أنا ما حفظته لكن 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 الصوت من علامات الجمال. نعم. وطريق إلى الحب. نعم
واسلوب انك كيف تتكلم بهذا؟ مشارك الاستاذ سلطان الامير في هذا الموضوع، تفضل. انا اقول قلت نسمع كثير الابن تعشقه قبل العين احيانا، فلا ودي اعرف الاجابه بشكل اعمق. عادي انت احيانا تحب لك شخص وانت ما قابلته، ما شفته، ما شفت. ايه راعي شلات. الرابط بينكم الصوت يعني، بس الصوت. اقرب مثال واقرب دليل عبد الرحمن العصيمي، جاني قال تعرف ابو عمر الاكلبي؟ عينت فيه الاسامي تشابهت عندي، قلت واجد. من ابو عمر؟ قال مهتم في الرحلات وفي البر وفي تصوير الامطار. انا على طول قال كان ذا عرفته لانه واحد عندنا في الديره تسمع واعرفه، اعرفه شخصيا، كان يعني من اقرب الاشخاص لي. وكان رده فعله عجيبه يوم قلت له تحت الهواء، انا كنت موجود. بالله؟ ايه قلت له الله الله اعرفه فراد. قال والله الله يسعده، والله نعم، ويمدح فيه ويمدح فيه، والله مديح ابو سعيد يمدح فيه. قلت وين تعرفه؟ قال والله اعرفه عن طريق جروبات. قلت قابلته؟ قال لا ما بتقابلت. الله. فهذا اقرب دليل على كلام حب الرجال وهو ما قابله، بس يسمع عنه، يسمع نقل الناس عنه. انا اذكر عندي بيت على السناب تشوفهم بعض المشاهير، الله ربي وربهم، من حقهم لا من نقدنا انصاف على الطبيعه، تشوفهم وتحبهم على السناب، تشوفهم وتعافهم. صح ولا لا؟ صحيح والله. صحيح. والعكس صحيح، يعني بعض الناس تشوفه على الطبيعة تقول يا أخي هذا وتابع السناب يا تربع في كبدك، ما ودك إنك تعرفه، ودك إنك ما تمشي أنت وياه. وبعضهم لا، على السناب تقول ما شاء الله تبارك الرحمن، يا أخي رجل رزين مؤدب خلوق، والأوبشن باكيج كامل من الأدب والأخلاق وما إلى ذلك من المديح الجميل. تواجه على الطبيعة تلقى شخص ثاني غير الشخص هذا. طيب وش السبب تتوقع؟ من المتصنع هل تصنع أو شوف إنه لكل مقام مقال؟ يمكن لكل مقام مقال، يمكن ودي يطلع. أنا تحتمل الطريقين يعني، أحيانا يكون متصنع. أنا سولف يعني أقول لا تأخذ المشهور هذا قدوة لك، المشهور هذا لا تاخذ قدوة لك. ليه؟ لانه هو حتى زاويه التصوير يختارها بعنايه، يختار وش بيحط قدامك ويختار وش يصور. في حاجات ثانيه يا رجل، بعضهم عنده معد يعد له وش يقول وش يتكلم. إيه يعني في حاجات ما يطلع حنا العاديين نقول يا الله هذا كيف سوى كذا وكيف سوى. هذا كل شيء يطلعه قدام، بس هو حياته الثانيه ممكن انك انت افضل منه. طيب ابو هذال، انت تنجذب للشخص اللي يعني يدعي المثاليه ولا تنجذ الشخص اللي على طبيعته مهما كانت سجيفه؟ طيب اذا كانت طبيعته خايسه يا نايف، إيه؟ بالله يا صدق هذا السؤال يا اخوي. اذا كانت مثلا الرجال هذا طبيعته خايسة. الله يكرمكم خايسه، وحاول انه يطور من نفسه وانه بيصير يعني يطلع بشكل افضل، هل هذا عيب فيه ولا صح؟ سؤال جاوبني يا اخي. اذا يبغى يطلع بالصوره الزينه إيه؟ لا صح صح صح، لانه يدور الأفضل. بعد لان تبيه يطلع لك هو خايس بعد، فاكيد ان الواحد كذا يبي يطلع بشكل زين. صدق الحين تقدر تطلع بثوب يعني، تقدر تطلع بلبس في مجالس الرياجيل ما يناسب مثلا بجامه نوم؟ لا اكيد لا. فبكل يعني هذا، فاذا قلت انا على طبيعتي والله بطلع كذا على طبيعتي، هذا طبيعتي هذا على طبيعتي، بقول لك يا قليل الادب استح على وجهك توكل على الله. وبعض الناس طبيعته بس اذا لبست مثلا شفت ثوبي حلو وقلت يا عمر ابي مثل ثوبك، رحنا فصلنا ثوب، هل انت تصنعت ولا قلدت عمر؟ لا يا اخي، انا هو بين التصنع وبين هذا شعرة معاوية، فانا ما ادري كيف اوصل الصورة، لكن اتمنى انها وصلت. اطلب شوف اختيار. شكرا عمد. لا يا اخوي ليش ما روحت وظل؟ ليه ما رحت يا اخوي؟ حطيته فرصة لاخوياي. لا حول بالله يا احمد، اقعد وخليه يروح. والله خلاص روح يا اخوي، والله من حظ الردي، من حظ الردي والله. اول ما اخترت احمد الفراج وده ظل، وش اسوي في المكتبه بكره؟ المكتبه تكفى المشكله. انت عادل كل زعيزي تحسب زعيزي بيحفظ. اوه وعادل قلنا الشباب ما فيهم قصور وانت ما فيك قصور. مشكله انت عادل كلكم، مشكله انت عادل كلكم. بكره الظهر قلت شيلوه، بكره الظهر تجي من الخصائص. تراك انت معي عن الذكاء الاصطناعي، تراك بتذاكر بكره معي الريبوتات والذكاء الاصطناعي. ما هو اسمه ريبورتات، اسمه كذا روبوت. ريبورت مش تقرير صح؟ ريبورت تقرير، ريبورت تقرير. الله عليك، فهد دارس انجليزي؟ طيب تكلم انجليزي يلا. What the
وذيس بريطانيا تضحك علينا انت يو اكسبنسيف. انا اول مره انا اول مره انا انا رحت بريطانيا طال عمرك فالفيزا بغيت اقول تاشيره هي فيزا وتاشيره. قلها قل لنا سالفه بالانجليزي تحدى ما اقدر. ليه انا اشوف افضل واحد يمثل اللغه الانجليزيه بيننا هو فهد الشهري. فيكتور لا ما لها دخل. كلنا على هم سراء وانا على همي. طيب على فكره على طاري شو اسمه الربوت لا دخلت على فكره قبل مره تشوف ايجابياتها اكثر ولا سلبياتها اكثر؟ وش هي حبيبي تناقشنا مع محمد عباس وش هي يعني امشي اروح انا بعدين انت معون ما فتشت لي ولا واحد وين رايح؟ ما فتشت جيب روبرت يا اخي فتش وفك فتنسف غالي غالي يور اكسبنسيف يا عيال يا عيال تعرفون اللغه الهنديه ليش اللغه الهنديه ديرم مار له لا والله صح لا هذه مال يارم اسمها هذه حقت كيرلا اي كيرلا مال يارم اسمها اللي طيب لكن الهنديه قريبه من الاردو وفيها كلمات عربيه كثير مثلا مثلا ابغى اقول واحد شلت هذا يعني ما تفهم خلاص تقول انا امك يا هي اهبل انت نام كياهي مش دخلها باللغه العربيه دقيق في بعض سفير اللغه نام كياهي نام كياهي نام ماخوذه من نيم بالانجلش انا هي خليط لغات نام كياهي يعني شو اسمه كيف الحال كياهال هي باي هلا على قولت الشيء كياهال هي كياهال هي لا كياهال هي يعني كيف حالك كيف حالك وش ترد تيجي الله واجد تيجي يعني بخير الأرقام عندهم إيك دو تين شار بانش هذه أرقام أوكي ها؟ شكرا على المعلومات أنت الشمري الشمري هذاك مثل شكرا الله كثر خيرك ويطيبكم طيب الجنة يا أبو سامي على طيب هذا الجزء هذا الشمري يا طيب بيض الله قرب دعمك الله يبين الله وجه دعمك الطيب لا يستغرب منها للطيب خليلهم في منهج الطيب والله يدعم دعموه وتشوفه تكسر وقلها بالانجليزي تضحك بالله قلنا من عنده بيمشي ويخليك اكسبنسيف غالي صح صحيح صحيح كم عندك لغه انجليزي كم درست تدري كم درست اعلمك انا كم درست ايه لو اقول لكم قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله ما شاء الله درست 19 يوم ورجعت 19 يوم دخلت بريطانيا ورحت مطار هيثرو وضعت ضعت في مطار هيثرو يقولون اكبر مطار وجاني دوسري قطري والله يدلني قال يا ولد انت ضايع بوبتك ما هي بذي روح له واركض مع الاسياط اركض سويت نفسي قوي وانا منخرش عرفت باقي شو تقول النداء الاخير النداء الاخير هم يتكلمون بالانجليزي لا بالانجليزي من دين لا هذا هندي هذا هندي حجت ضايع من مطار كيرلا يا ولد دخلت دخلت محل هذا كله صار 19 يوم اسمع يا ولد ما شاء الله عليهم تبارك الله ما باقي تعال تعال القى مخازن وتعال فكتور الايام هذه يا ولد مره مبحوث فرجاء ما ابغى مشاهدات الشباب تمام اوكي يعطيكم الصحه والعافيه يا طول العمر تابعوا انفسكم و الله 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 الله